كنت طفل عارف انت عايز ايه، ولا كنت طفل بتجرب كل حاجه لغايه ما تستقر؟ هو ما تهليش، صعب قوي الواحد يبقى عارف هو عايز ايه وهو طفل، بس بيبقى شايف قدامك موديل او قدوه، يمكن كان والدي، ان انت عايز تبقى زيه، عايزه زي في كل حاجه. وهو بيلعب سكواش، كنت بحب جدا هو بيلعب سكواش، وعايز ابقى بلعب سكواش زيه، عايز ابقى مهندس زيه، فحبيت جدا الرياضيات وبقيت كويس فيها جدا، وقلت خلاص انا عايز ابقى مهندس. انا ليه بقول لك كده؟ لان لما ذاكرتك لقيت الحقيقه ان من وانت عندك 3 سنين كنت بتجرب كل حاجه لغايه ما تستقر. قول لي ليه؟ ليه؟ بالحوادث الكتير اللي انت عشتها اللي هم عاشوها الصراحه، اللي انت عيشتها لهم. حادثه المخدات فاكرها كويس قوي. كنت عايز تتعلم الطيران ولا ايه؟ والله انا مش عارف، كنت بفكر فيك ساعتها، كان عندي 4 سنين تقريبا او 3 سنين. بس هي لو انا هترجمها دلوقتي، هي ليها علاقة ان انا في حاجة عايز اعملها وهعملها. يمكن عايز ابقى اشوف انا بنط عالي قد ايه، فهحط مخدة ماشي اللي بعدها. فدايما عندي روح كده ان انا عايز اجرب واعمل حاجة يعني مش هقدر اعملها. وصلت لكام مخدة؟ في التالتة خيشت في كوميدينو والايد اتكسرت. والايد اتكسرت الحمد لله. قلت لا، التانية سليمة ما هانتش عليك. لا طبعا. رحت رايح حاططها في جنزير. هانت عليك ايدك يا مفتري؟ تخيل، انا فاكر اليوم ده، احنا كنا ساعتها عايشين في ما بين السويس والعين السخنة، لان والدي كان بيشتغل في شركة صامد، وكان زي احنا بنبقى قاعدين في كومباوند تبع الشركة، فكان في ملعب كده وهما بيلعبوا كوره، وانا لقيت، انا فاكر كويس قوي اليوم ده، فاكر الاضاءات بتاعت مش عارف ايه، وانا حطيت البتاع، والمشكله مش عارف انده، مش عارف امشي، مش عارف انده يعني، ولا صرخت ولا حاجه. مع انت ساعتها ما بتبقى يعني كطفل مش فاهم، مش عارف اتعامل ازاي، وايه اللي حصل ده، وايه الجنزير ده اصلا، ايه يعني ايه عجله لسه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 3.5 4. ده انت تصوت مش تصرخ. اللي عنده 3 سنين ده هيبقى صريخه جايب لاخر الدنيا وهو بيتفرج. اللي انا بحط نفسي دلوقتي، لان انا عندي دلوقتي طاهر وامين وزين، انا بحط بقى نفسي مكان ابويا وامي. لا انا فاهم يعني ايه طفل شيل عينك من عليه، بابا وماما انا عارف انتوا تعبتوا قد ايه، ثانك يو. ماما وبابا لما بيشوفوا طاهر وامين وزين، مين اللي حركاته بيقولوا عليها احنا شفنا الفيلم ده قبل كده؟ لغايه دلوقتي كل واحد فيه حاجه، يعني طاهر عنده حاجه، وامين عنده حاجه، وزين شكله كده اقرب واحد، اللي هو اللي عنده 10 اشهر. ياخدوا حق ماما وبابا منك. تالت ومتلت فعلا. وانت عندك 4 سنين استخبيت في فرن البوتاجاز ونمت جواه، احكي لي اللي اتحكى لك، لقوك ازاي؟ امي قعدت فعلا بتدور عليا، دور جوه الفرن عشان عارفه انا بستخبى جوه ساعات، بصت مش شباك فعلا، وبتبص يعني حاطه ايديها على البهي، يا رب ما يبقاش نط. وفي الاخر لقيتني قاعده بتقول طب هيروح فين يعني، ما اكيد مش هيفتح الباب، مش هيطول الباب. قاعده كده بتفكر، فبصت كده على الستاره، لقيت تحت الستاره كده رجلين، فابيرنتلي استخبيت وانا واقف ونمت من كتر ما انا مستني ورا الستاره. لا كانت بتشوف حاجات صعبه. وبقول لك فعلا دلوقتي لما حطيت نفسي انا مكانهم، انا كوالد يعني دلوقتي، لا الموضوع صعب جدا ومرعب فعلا.